سيتم إبرام اتفاقية بين مجلس الأعمال الروسي العربي والجزائر لإدخال نظام تحديد المواقع العالمي GPS في الجزائر بعد أن تم إطلاق خدمة الجيل الثالث للهاتف النقال. هذا ما كشف عنه رئيس المجلس فلاديسلاف لوتسونكو، بالإضافة إلى اتفاقيات أخرى ستبرم حول تحديث الموانئ بالجزائر. قد ترجع إلى الجزائر وتوطد مواقعها في الجزائر، وهذا يخص القطاع الغازي والبترولي، قطاع الغاز والبترول، وأيضا عدد من المجالات الأخرى في الاقتصاد. وتجري الآن المباحثات الخاصة بمشاريع التعاون في مجال البناء، في مجال يعني أجهزة نافيغاسيون والأنظمة الجديدة لتقنية المعلومات. أما فيما يخص مشاريع الطاقة كذا نفس المتحدث. أما فيما يخص مجال الطاقة، فهناك شركات روسية كبرى في هذا المجال تبدي اهتماما للجزائر للتعاون في هذا المجال، وتشترك في المناقصات المعلنة من قبل شركة سون الغاز الجزائرية. وكما أنتم تعلمون هناك منافسة شديدة في السوق الجزائرية، غير أننا بغض النظر عن هذه المنافسة، إحدى الشركات الروسية المعروفة وهي تكنوبروم إكسبر قد فازت في المناقصة. أما عن حجم المبادلات التجارية بين البلدين فيؤكد فلاديسلاف لوتسونكو إن حجم التبادل التجاري بين روسيا والجزائر مليار ونصف دولار. فقط مدني، طبعا التعاون المدني. فهل يمكن أن تتوسع شراكة الجزائر وروسيا في مجالات أخرى؟ سيما وأن هذه الشراكة لطالما انحصرت في قطاع الطاقة والأسلحة.